هكذا نتواصل ونعود إلى حضراتكم مرة ثانية في انطلاقات أشواطنا في أرضية ميدان المرموم وعاشر الأشواط. أعلنت قبل قليل انطلاقات بهذه الشعارات وهذا المنظر الجميل والرائع وبهذه الأعداد الجميلة الحاضرة في المرموم. وقالوا المرموم منشل الأصايل والذلل من كل ميداني عن الله، تلتجي فيه القبايل والسلايل والروية تغذي الميدان كله، الميدان الذكي في المرموم. شوف هذه الشعارات التي تتشكل في ألوانها القادمة من جميع ميادين ومناطق الدولة ومن أخواننا في مجلس التعاون الخليجي القادمين المحبين لهذه الرياضة وهذه الأصالة إلى المرموم في هذه الانطلاقات الشوط العاشر. نسير مع المهجنات الأصايل ونتقدم بالمركز الأول الذي تقود هذا المسار، اللي تتصدر المجموعة هذه متعبة متعبة متعبة. سعيد بن علي بن راشد المري تأتي بالمركز الأول وتتصدر المجموعة، بينما تليها في المركز الثاني وتأتي تتقدم في المركز الثاني هذه مذيار وهذا مبارك بن سعد بن سعيد العامري الذي يأتي في المركز الثاني بن مضحية العامري، بينما المركز الثالث ثالث المراكز وهذه غند محمد بن عبيد بن ضبيعة الكتبي يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع شوفوا رقمها هناك على ما أعتقد أنه خالد بن سعيد بن بروك الحميري الذي يقدم شموخ في هذا الانطلاق، بينما المركز الخامسة اللي هي مزون نايف بن عايض بن مطر الكتبي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس وتاتينا الظبي لناصر بن سعيد بن علي بن سليم العامري والمركز العمري انت صحيح الجمري العمري، بينما المركز الثامن هذه دها سعيد بن أحمد بن محمد اندري الفلاحي تتقدم، ولكن هذه 38 هذه بنشوف أفعال هذه عفوا أفعال صغير بن قنوب بن محمد بن تبي التي تأتي في هذه اللحظات من يراده شعاره وتحدياته ومنافس قوي، بينما المركز العاشر هذه العاشرة هم سنامين هذه النوعية الجميلة والفريدة مخايل خايل عبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي. هذه النتيجة للمراكز العشر الأولى للمهجنات الأصايل في هذا المسار وفي هذا اللقاء. وخلف العشر هناك أيضا أسماء وهناك شعارات تحديات انتظروا التنافسات، ولو كان الشوط في هدوء في البداية، وهذا يتمناه كل مشارك ليستخدم الطاقة في المكان المناسب والجميل. عودة مع شاشة دبي ريسنج ومع مخرجنا عبد الله وادي أو محمد صبري المتابع اليوم في شاشة دبي ريسنج، الناقل لهذه الانطلاقات المباشر هو النقل الحي في ميدان المرموم الميدان الذكي. والسيطرة على مقدمة الشوط من البداية متعبة هذه متعبة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. هم سيطرة على البداية وتقدم عروض جميلة للغاية. سعيد بن علي بن راشد المري يتقدم مع المركز الأول مع انطلاقة هذا الشوط وتسيطر على المقدمة، بينما أفعال في المركز الثاني أحمد بن صغير بن قنوم بن يرادة الكتبي ياتي في المركز الثاني في هذا المسار، بينما المركز الثالث ثالث المراكز وهذه الظبي ناصر بن سعيد بن علي بن العمري ودبهي الغادم من السلطنة كذلك المقدم في هذه الانطلاقات. يا سلام بينما هناك أيضا مذيار مبارك بن سعد بن سعيد بن مضحية العامري يتقدم. الله شوف 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 وصل بو عبد الله وصل بو عبد الله وهذه المشاغبة محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي يتقدم بو عبد الله
هناك في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع. يا سلام يا سلام، بنكمل النداء، بنشوف هناك رقم 42 42 هذه، وشاح 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 تتقدم، وياتي حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري ياتي في هذه اللحظات على المركز السابع ولا السادس، هذا السادس، المركز السابع، المركز السابع في هذا المسار. وصلت وصلت وتقدمت هذه دلايل دليار دليار، هذه وصلت دليار مشاهدي الاعزاء، وسالم بن مبارك بن سالم الزرعي في هذه الانطلاقات والتحديات. على العموم هناك بن درويش ايضا تدخل في هذه اللحظات، ريم 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 محمد بن حمد بن درويش المنصوري، والبن دري من الجانب الاخر، الجري الجري احمد بن سعيد بن دري واصل، بينما المركز العاشر ليكون اكملت النداء الثاني. شديدة هذه، شديدة، محمد بن فلاح بن يابر الحبابي، يا سلام يا سلام، هذه النتيجة. ولكن المهجنات المهجنات متجمعات في مكان واحد، ولكنها الأولية من البداية، قادت الشوط، قادت الشوط راس، قادت الشوط راس، سارت بالمقدمة من البداية، متعبة لتتعب المشاركين. الله يا المري، الله يا المري، سعيد بن علي بن راشد المري وشقانا في المملكة، في المملكة أكيد أنهم يتابعون، يبون السلامات في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع. الله يا سلام يا سلام يا سلام، متعبة 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 متعبة، مسيطرة على المقدمة من البداية، بحنكة بأداء جميل، بانطلاق رائع، بالتكتيك من مالكها ومسيرها اللي يتابع متعبة كذلك. يا سلام المركز الثاني، بشوف يا الله يا جماعة اتحركوا، سيروا هناك عند راعي متعبة، هذه مشاغبة محمد بن عبد الله بن زعل تاتي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث التحركات التحركات، يا سلام يا سلام، وشاح حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري، وأيضا هناك التواجد مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذه دها دها سعيدة بن أحمد بن حمد بن دري الفلاحي، يا سلام يا سلام. ولكن ولكن روح يا راعي متعبة، روح يا راعي متعبة، حرك حرك صراحة يعني، روح أصدر شوية، عطها وامر، ما شاء الله عندها زود، عندها انطلاقة، ولكنها منفردة منفردة. الله يلا 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 يا أبو سيف، يلا يا الجري، حرك 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 دها في المركز الثاني، أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، ولكن راح بناموس، هذا راعي متعبة، سعيد بن علي بن راشد المري المري المري، سلامات سلاماتنا وتحيتنا من المرموم من دبي إلى شقانا في المملكة العربية السعودية، وسلاماتنا صباحية جميلة لمالك متعبة، مالك متعب سعيد بن علي بن راشد المري، تهانينا له على الفوز والناموس بهذا الأداء. خلاص خلاص يا أخوي خلاص، ما شاء الله قادت الشوط من بدايته وانطلقت بنهاية جميلة ورائعة، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني من حلت في دها لأحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، بينما المركز الثالث هناك في هذا الانطلاق وصلت في المركز الثالث شديدة وحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير، بينما المركز الرابع وحمد المركز الرابع هذه أيضا شديدة محمد بن فلاح بن يابر الإحبابي، والمركز الخامس المركز الخامس بنشوفها على الشاشة، هذه شديدة لأحمد بن عتيج بن علي بن راشد الكتبي، ولا مشاغبة مشاغبة. عموما بنعود إلى التوقيت الزمني في هذا الانطلاق، في هذا الانطلاق التوقيت الزمني 9:24 وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز، متعب سعيد بن علي بن راشد المري على هذا الفوز من البداية، بينما ناخذ توقيت
المركز الثاني وتسع دقائق 29 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا على فوز دهاء المركز الثاني وأحمد بن سعيد بن دري الفلاحي. والمركز الثالث اللي وصلت فيه شديدة قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها على شاشة التلفزيون 9 دقائق 30 ثانية الوفاء والتمام. تهانينا والناموس لحمدان بن حمد الطيب بن غدير. تهانينا لجميع الفايزين.